نزل هذا المنهج على نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في القرآن. لماذا لا تأخذ بالقرآن؟ سوف يحاسبك الله يوم القيامة على هذا الكلام. وكل صغير وكبير مستطر هذا الكلام الآن تحسبه وأنت يعني تحسبه شيء عبث، لكن أنت مسؤول يوم القيامة. هذا الرسول الكريم، نحن مهما نفعل في الدنيا لن نوفي جزء من حقه. امتدحه كل الآيات القرآن تبين عظمة الرسول، وأنت جيت بقى الآن تنظر بأشياء بسيطة يعني في إبليس والوسواس والتفكير، لكن سيحاسبك الله، يمهلك الله يمهلك، وسوف يأتي اليوم التي تندم فيه بحيث لا ليس لديك استطاعة للرجوع. أعانك الله. سد الخط، خلي بيك.